رح أعطيكم المقادير. اليوم عنا تاغاتيل مع فطر البورشيني، ولتحضير هالطبق بيلزمكم زيت زيتون، ثوم، بندورة كرزية، فطر طازة، فطر البورشيني، بيض أبيض، بندورة مسلوقة ومقشرة، فريش كريم، جبنة البارميزان، وكمان باباردلي مسلوقة، وحبق. وأكيد حوالي الساعة 12 نختم فقرات Well Done مع تيستينج. وقفة مشاهدينا، بنرجع بننتقل لعنا تالياغي وبالانس. هيدا الشامبينيون مزبوط، هيدا الشامبينيون، هيدا البورشيني. بورشيني هيدا، هيدا السابيا اللي هو اصلا دراي بنشتريه، فحطيناه هلا مع فيجيتابل ستوك. بنغسله كمان اكيد، بنغسله ضروري نغسله كثير منيح، حتى لانه بيبقى معلق عليه شويه طب حتى يذوقوا. وبنرجع اكيد بنحطهم بفيجيتابل ستوك وبنتركهم يغلوا. هلا بنشوف كيف بصير لون الستوك، لونه اكيد بني على لون البورشيني، وهي المشروم يلي او اوريدي مجففه بتطلع وبصير نقدر نستعملها بالصوص. هيدي هي دار. اوكي اوكي، بلش بالصوص اكيد. بس نقول البورشيني رح تشوف فيها، رح بكون فيها زيت زيتون وثوم، بيرجع اكيد مشروم عادي، شيري طومات، بورشيني، بنعملهم شوي، بنعمل ريدكشن لشويه وايت واين، بنرجع بنحط صوص طومات، حبق وكريم فريش، بيطلع عنا الصوص كلها بتصير جاهزه حتى نحط مع الحياه لنوع بات نحن بدنا اياه ونقدر ناكل. اوكي نبلش؟ كول. شوية زيت زيتون، زيت زيتون اللي فيهم، ومثل العادة بناخذ نفقش ثوم، وهون بدك حتى بدنا شي أربع حبات، أربعة بدك تنكها منيح. مزبوط، هيدي هي. وهون ناخذ بنحط الثوم بالزيت. قد ايه بدنا نسلقهم نغليهم؟ هون ما بدهم كثير، يعني هون الشامبينيون ما بده كثير، بده بس تقريبا شي لازم يقرقش شوي. لا هلا بنشوف انه هلا بلش يطلع. اوكي خلص، واكيد بنشوف انه صارت حبه المشروم طريقه السب اكيد. وهون بدنا نستعمل كمان شوي من الستوك تبعوله، لانه كمان صار في بستوك طعمه كثير طيبه. فهلا بنشوف كيف بنشيلهم وكيف نعملهم روستي، بنرجع شوي تنطلع الطعمه منهم وبنكفي الصوص تبعهم. واكيد مثل العاده بدنا ننطر حتى الثوم يعطي الطعمه شوي، ما يحترق. لا اكيد ما يحترق، بصير لونه مضبوط اشقد. هيدي هي، رح ناخذ المشرومز مضبوط قربت. واكيد بدنا نبلش اول شيء الثوم، نرجع بنشيل الثوم، بنكون كمان شيري توميتوز بنحطهم، نرجع المشروم نقليهم كلهم مع بعضهم، بنزيد الساب وبنحط الواين اكيد. اوكي بلش الزيت شوي يحمر، رح نبلش ناخذ بقلبه طعميه. بلشنا نشم الريحة مضبوط، بلشنا هيدي ريحة طيبة. زيت زيتون وثوم أكيد رح يكون شيء طيب، مش معقول. صح، شيري طومات أكيد بنقطعهم بالنص، بنكتر شوي. وأكيد عنا مثل ما بنعرف على طول البيل توميتو يلي بنستعملها، هي أحسن نستعمل أكيد العلب بس تكون نوعية كثير جيدة، لأنه على طول البندوره اللي عندنا اياها بلبنان بنعرف انه اوقات طيب. بما انه بلبنان بتجي حمض اوقات لا وكل هولي، فاظبط شيء نقي حيلا نوع. لاحظت شغله لما بدنا ناخذ التشيري توميتوز، اوكي اذا شكلهم مثل البلح ايه؟ اطيب من الدوارين. مزبوط شكله مزبوط، هيدا مزبوط، لانه هيدي النوعيه هن في منهم المبرومين اللي هن اصلا هن التشيري توميتوز المزبوطين، مزبوطين اللي بيكون شكلهم مثل الكرز.
هيدي اكثر بالعرب الدارج بنسميها البلحيه، يعني اذا بننزل على حيالله حدا ببيع خضره بتقولي له بدي كرزيه بيعطيك هيديك، بتقولي له بدي بلحيه بيعطيك هيدي. هيدي الحامض فيها اطيب واقسى وبكل شيء اطيب. شوي البندوره البلديه مزبوط طعمتها مزبوط صح، يعني مع الجبنه بكل شيء اطيب، بكل شيء اطيب. حتى بنشوف انه قد ما هيدي نوعية مزبوط وصارت طاغية بالسوق، فالناس ما كتير عم بيفرقوا، وعلى طول بس ننزل حتى نشتري بنلاقي هيدي النوعية أكثر من هيديك. من هيديك صح صح، وأحسن وأحسن لأنه أطيب وخاصة مزبوط أطيب، وخاصة بالبطاطا فينا نقصهم يعني لاثنين، فينا نقصهم لاثنين، فينا نقصهم لأربعة. بس بما إنه هلا بدنا نقليهم منيح فالمفروض نخليهم شوي كبار. صح، بلش بتصور الثوم بده قلب. بعد شوي بيحملوا، بعد شوي بيحملوا مزبوط. هلا رح اقلبهم على بعض بلش يشقروا من ميلي من ميلي. لا صحوني. هلا اذا ما عندنا شامبينيون البورسيون فينا نستعمل الشامبينيون دو باريس أكيد. نعملها إيه؟ بس هيدي أقوى، هيدا أقوى بس هوني ما بنكون عم نعمل تاجاتيل وبورشين. مزبوط، نعمل تاجاتيل مشطوم مع صوص دوزي وهيك. فأكيد لأنه في كتير فرق بالطعم بين الساب وبين المشروب. هوني عنا طعمة الأرض أكتر، عنا طعمة كتير قوية على كتير طيبة اللي بحب الساب. فيها نكزة من التروف مزبوط، هيك نكزة يعني ما كتير يعني التروف، بس إنه طعمة تبعولها فينا نقول طعمتها كثير مميزه. اذا زدنا عليها الويل دو تروف كمان هون صرنا عم ناخذ طعم التروف. عم بسالك مزبوط انا بعملهم لا اكيد اكيد عاده اكيد اذا بنحط ويل دو تروف هون او الصلصه التروفات اكيد رح ناخذ طعم التساب مع التروف، وخاصه انه التروف طعمته كثير قويه. مزبوط بيلبقوا مع بعض، وزياده انه التروف طعمته كثير قويه والساب قوي فسو ما بضيعوا طعم بعض، بضلوا اثنيناتهم تبين طعمه فيهم. هون هلا مفروض نسكر كثير بندوره مزبوط تيتبلوا منيح اكيد. وهون بدنا ننتبه اذا 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 مثل ما قلتي ستيفاني بدنا نعمل حيالا نوع بات مع شامبينيون عادي اكيد رح ندوب الكميه، لانه هلا نحن رح نقسم الكميه بين الساب وبين المشروم العادي. لانه اكثر شيء عندنا وين ما كان شامبينيون دو باريس موجود، يعني اذا الواحد بده يعمل هالطبخه مزبوط بيقدر يعملها بشامبينيون عادي. هلا اكيد بيخسر شوي من طعمه الساب، يعني بكون عم بياخذ صوص طيبه مع مشروم عادي طيب وهيك، بس ما بيكون عم بيحصل على طعمه الساب اكيد. صح، هون بنشوف كيف بلش الطماط يتبلوا هيك صح، يصيروا طرايا. زيد عليهم الشامبينيون، رح نحط المشروم هلا كمان. كمية ما كثيرة، كمية ما كثيرة لأنه نحن رح نكتر أكثر هلا الساب. ومثل ما قلنا ضروري بدك هون؟ إيه بس بدي أنطر بس شي دقيقة حتى يتقلى المشروم، لأنه بنعرف هذا درايد وهلا عم نطلع منه ستوك عم نسلقه سو مستوي خالص. هون أكيد عم ناخذ عم نحط التشيري توميتوز حتى ناخذ طعمة البندورة من محلين، من البندورة الفريش والبندورة العلبية اللي عندنا. ريحة كثير قوية وطيبة. شو بعد بدك تحط بازيليك؟ هلا أكيد بدي أحط بازيليك بس بالآخر بحط البازيليك. شوف قديش البندورة بلشت تهلط. تهلط. صح. بلش يستوي. هلا صار فينا نحط الساب. اللي رح نعمله انا حط كل كميه الساب. مزبوط كل كميه الساب لانه اهم شيء السب هالطبق. صح، هدوليك كشكل كنكهه، كشكل وكنكهه بس مش كثير قويه النكهه. مزبوط هونيك مش قويه، بس هلا بنشوف انه بس نحط ستوك شوي ساب رح يصير كل طعمه المشروم يلي عندنا ساب. مزبوط، يعني حتى ما رح نقدر كثير نميز الا بالشكل بين الطعمه. قلبها هيك شوي. صح، اعمل هيك انا اخذ شوية ستوك حطه هون. هلا هون بلشنا اكيد المشروم والبندوره والساب
ينطبخوا كلهم مع بعضهم. فينا ناخذ هلا الحبق بهذا الوقت. نفضم حبق ناعم. نزيدهم فوقهم. مزبوط، نزيدهم فوقهم. وعندنا اكيد البندوره البيل توميتو، فينا نجيبها كون كاسيه تكون اصلا اوريدي مفرومه ناعمه، فينا نجيبها حبه كامله. صح. اكيد اذا حبه كامله فينا نحطها نشيهم علب. مزبوط. فينا اكيد ناخذها ونكسرها بقلب بحي لووك او طنجره اللي عم نطبخ فيها، او فينا ناخذها ونقصها على السكين قبل ما نحطها، بس مفروض اكيد نخلي شوي شقف كبار. لانه من بعد ما نبلش نطبخ فيها رح تهلط اكثر. الريحة رائعة. أكيد هلا كل اللي أكيد البندورة والمشروم عم ياخذوا طعمتهم كثير من الجو ساب. أصلاً ما عم نشم غير ريحة الساب. أكيد أكيد شي. طبيعي طبيعي نشم ريحة الساب. نشف شوي ستوك. تقريباً البندورة دابت. إي مزبوط، البندورة دابت. خاصة لأنه عم نشتغل ونحن نرجع نحط ستوك الساب، فكمان كأنه عم نسلقها. بس هون رح ناخذ طعمة من التشيري توميتوز كثير طيبة غير البندورة اللي رح نستعملها هلا، فمشان هيك المفروض نخلط من اثنين. أكيد ما ننسى إنه عنا طعمة زيت الزيتون والثوم اللي هن وهلا بيجيهم الحبق بعد أول شوي. أول شيء صح. نحط شوية وايت واين. نعملهم ريدكشن. مظبوط صح. رح ناخذ اسيدتي كثير طيبه مع اكيد هلا بس نحط نرجع البندوره وما ننسى عنا الكريم فريش بالاخر اللي رح نعطيها. صح. هون الحبق جاهز، علينا بعد بس نقطع شوي البندوره. الافضل نشتريهم علب. مزبوط. دائما بيكون عندنا زيت الطعمه. مزبوط مزبوط. يعني واذا بننتبه البندوره اوقات اذا نحن بدنا نعملها بندوره بتكون شوي فجه. هيدا المشكل ولونها وكل هولي. هول العلب اذا عم نستعمل نوعيه كثير مرتبه على طول بيكونوا بتطلع الطعمه زيت الشيء. مزبوط. ما بنغلط. صح. ونشوف بلش الصوص رح تطلع حمراء. الصوص رح تطلع حمراء على بيضة اذا بدك روزي اكثر. هون قديش نحن عبالنا نبعد شوي عن طعمه البندوره من كتر كريم فريش، وقديش عبالنا يكون عندنا بالانس. هلا المفروض بالصوص روزي ما يكون عندنا طعمه طاغيه، ما تكون طعمه كريم ولا هي عن جد لازم المفروض تكون طعمه صوص روزي اللي هي الكومبينيشن بين البندوره والكريمه. واكيد ما ننسى عندنا البارميزون بالاخير. صح. علينا نضبط بعد شوي زيادة حتى يبلش نبيض يعمل ريدكشن. مزبوط. هون بنشوف انه حتى المشروم بلش ياخذ لون البوتشيني شوي. صح. لانه اوريدي ستوك عندنا بنيه وعم بينسلقوا كلهم مع بعضهم. واكيد فينا اذا بدنا ما نحط البارميزون هلا فينا كمان نحطه على وجه البات بس نحن بدنا، بس الافضل نحط شوي صغيره مع الصوص لانه رح تعطي طعمه كثير طيبه. اكيد عندنا الكراشت بابر. صح. قد ما فينا نستعمل حيلا نوع بهار نستعمله يكون عندنا البابر ميل ونستعمل بهار حب هيك نضل نطحن كل الفليفرز والارومز بضلوا بقلبه. رح نقسم الحبق بين هلا وبين الاخير اكيد. صح. مع التاجياتيل بدك تحطهم طازه. مزبوط صح. تناخذ طعمه البازليك المطبوخ والني. مزبوط. هلا يلي رح اعمله هلا مفروض بندوره. ايه بنحط البندوره بس رح انطر بعد الريدكسيون لل
للوايت واين. لانه اذا بنخلي الوايت واين ما بنعمله ديدكشن رح تطلع طعمته كثير قويه ورح نحس بطعمته. نحن مفروض هون نحس بطعمته مزبوط، نعمل انهانسينج للطعمه بين الاسيديتي الموجوده بقلب البندوره والواين يعطونا طعمه طيبه. اكيد ما نخلي طعمه البيض ظاهره. فينا اكيد نحط البندوره. وهون منعت الهم انه البندوره شوي يلا عم بيغيروا لك الميكرو ما تحكي انا هلا بدي ولا اساس بيصيروا مش الحال صار فيك تحكي. اوكي كنت عم بقول انه منعت الهم ابدا انه نقص البندوره شوي كبيره لانه كمان البندوره رح تكفي طبخ هون ورح تهلوت وخاصه اذا نحن جايبينها علب كمان. اذا ما عندنا تشيري توميتوز بالبيت فينا نحط بندوره عاديه. فينا نحط بندوره عاديه اكيد. هلا بيطلع لنا جوس اكثر بس من بيطلع لنا جوس اكثر حتى خلينا نقول اذا بدنا نحن فينا نقشر البندوره فينا ناخذ حيلا دس بندوره ناخده من حظكم انه عندنا دس بندوره هون. خلينا ناخذ هيدا دس البندوره نعمله اكس من هون. اوكي نشله كعبه اكيد وهون بيكون عندنا حيلا طنجره مزبوط مي فيها شويه ملح, وبتكون عم تغلي. الاساس انه يكون في حدنا جاد في مي وتلج بيكون وتكون المي عم تغلي وما ننزل كميه البندوره كثير بقلب الطنجره لانه بنصير عم نسلق بنبطل عم نعمل بلونشير حتى تنقشر القشره. فالمي لازم تضل عم تغلي فبناخذ الحدوث البندوره بننزلهم بدهم ياخذوا شي 20 ثانيه ماكسيموم بيكون بلشت القشره تقشر. بنشوفها انه بلشت تقبع من هون ستيفاني فيلي بنعمله بناخذها وبنحطها بمي وثلج حتى ما تكفي الاستواء تبعولها وبتصير القشره تنشال عنا بسهوله بسهولة. يعني ما عندنا مشكل. واصلا اذا حطيناها بمي وثلج فينا ندقرها. ايه اكيد اكيد ما فينا نقشرها هي سخنه لانه رح نحضر حالنا. فهيك فينا نستعمل البندوره العادي. بس الاكيد انه ما بنقدر كل مره بنعمل هالصوص نقدر نحصل على زيت الطعمه لانه كل ما تغير عنا نوعيه البندوره رح تغير عنا الطعمه. بس بهيدا اهم شيء نحن عم نعمل الصوص هلا مزبوط. هيدي فيهم يحطوها مع تاجلياتيل فيهم يحطوها مع حيلا نوع بات حتى مع الرافيولي بده يحطوها. صح سو هيدي الصوص بده يحطوها مع حيلا نوع بات وياكلوها اكيد. نحن اليوم رح ناكلها مع تاجلياتيل اكيد. وهون خلينا نقول شغله كل مره بدنا نسلق بات مفروض يكون عندنا مي عم تغلي يكون عندنا فيها ملح خشن مزبوط ونحط كميه البات وتضل الحيله نوع بات عم بيغلي ومنحذكم اول 20 30 ثانيه هيدا الضروري حتى ما يلزقوا على بعض وما نقدر نحن كيف تستوي البات. فالاساس انه ناخذ ونقرا على الكيس قد ايه مكتوب ونسلق بهيدي الطريقه وبس يخلص عنا. في ناس بدي ارجع اسال هذا السؤال صار لنا 5 سنين على الهواء بس في ناس يمكن بعد ما بتعرف بس يسلقوا البات دغري بحطوا لها مي مي مسقعه مش مسقعه يعني مي بيفتحوا المي بيفتحوا المي عليها. هذا الشيء مزبوط؟ هيدي غلطه مميته ايه؟ لانه عم نخسر كل الطعم الموجوده بالبات. هيدا يلي ما لازم نعمله ابدا ابدا ابدا. كل يلي لازم نعمله رح ناخذ حيلا صينيه عندنا فلات تكون ناخذها نصفي المي ما نكب الميات هلا رح اقول ليش ما نكب الميات. ناخذ البات ونحطها بقلبها الصينيه وندش عليها زيت زيتون وكل شيء كل شيء 30 ثانيه بنحذكم على اول 5 دقائق. هون شو ما يصير خلص ما رح تلزق البات بس نعوز مي اذا طلعت ناشفه فينا ناخذ من ميه البات اللي ما كبيناها. صح بدنا على طول اذا بدنا نظبط يعني الصوص نحط المصفايه نحط تحتها بول كبير صح نحط المصفايه عليها وندلق الباتات ونخلي المي بالبول ونخلي المي. وهون اذا رح اقول شغلتين قد ما فينا ما نطبخ بمي لانه وانس عم نطبخ بمي عم نخفف الطعمه من عندنا فعلى طول بس بدنا نطبخ نجرب نطبخ بفيجيتابل ستوك مزبوط. واذا عم نشتغل بات فيها ناخذ اكيد المي اللي سلقنا فيها البات فيها. هون اذا عم نعمل هيك ومأكدين انه رح نستعمل ميه البات ما نحط ملح بالصوص لانه اوريدي نحن حاطين ملح بالمي سو ننطر على طول ونحط الملح بالاخير حتى نشوف اذا مزبوط وندوق اكيد حتى لانه في البارميزان كمان بالنهايه البارميزان جبنه مالحه مزبوط البارميزان هي جبنه مالحه خاصه اذا عم نستعمل كمان عم نخلط بين البارميزان والبيكورينو رح يطلع عنا ملح اكثر
البقر، بس كميه الملح الاساسيه اذا عم نستعمل من ميه البقر، فهون بدنا ننتبه. ما نحط هون بنشوف بلشت تشد صوص مزبوط تشد يامي. خلينا نقول شغله بعد استاذ، بما انه عم نحكي عن سلق البقر، ونحن اكيد فينا على طول نقول انه ما ضروري لازم نحط زيت زيتون عليها، لازم نحط زيت زيتون تما تلزق. ما هن بيكبوا مي تما تلزق. مزبوط، بس ما لازم بحطوا مي حتى تبرد، لانه هي بس تبرد بتبطل تلزق، بس نحن بنحط بنحط زيت الزيتون حتى ما تلزق لانه سخنه، وحتى نحفظ الطعم لانه وقت نغسلها عم بتروح منها كل الطعم. بعدين في شغله كمان، لما بدنا نستعمل البات بعد نص ساعه، هيدا يعني اذا بدنا نحضر نسلقهم اقل بشوي. صح، نسلقهم بقلب شوي، على طول بننزل تقريبا دقيقتين عن من المكتوب على الكيس. وزيت البروسيس زيت شيء بنحط شو اسمه، فينا نضبهم تقريبا البات بتقعد عندنا من يوم ليومين ثلاثة، فينا نرجع نستعملها خاصة إذا سلقينا بطريقة مزبوطة ومخليينها الدنتي. رح أقول شغلة، عادة إذا بدنا نقعد البات أكثر من يوم، يعني إذا عم نحضر لبكرة، فمفروض ننزل تقريبا لنص الوقت زيادة دقيقة، يعني إذا 8 دقايق بننزل خمس دقايق نسلق، وبنضل ناخذ البات شو ما تكون نوعا، ناخذها وبس نكسرها هيك بالنص بنشوف انه بعد فيها دراي بقلبها، مثل ما اكيد ما حد بين على الكاميرا، بس بنشوف انه كانه بعدها مش مسلوقه بنصها. هذا الشيء بيضمن انه بس نحطه مع الصوص بيرجع بينسلقوا بيرجع إيه، بس اكيد المفروض نرجع نسخن المي، نكون ضابين المي تبعولها، بس افضل 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 طريقه اخر تكه تسلقوا البات وتستعملوها غير طعمه، هيدي غير طعمه على الاكيد. انا ولا مره بسخن بات بس اذا ضبينا المي، اذا ضبينا المي اللي سلقنا فيها واكيد رجعنا نزلناها بدها 20 ل 30 ثانيه، فينا ناخذ تقريبا نتيجه. نرجع نسخن المي ونرجع نسخن المي، بنسخن البات وبنحط البات سخنه فوق الصوص. اوكي، وقتها بنحط البات مسقعه فوق الصوص بنكون عم نخسر التكستشر تبعولها، وبناكلها اذا بدك على اللبنان يلي معودين عليها كمان انه هي كثير مستويه. ايه لا انا ما بحبها مستويه كثير، بتلزق بالمعده كمان أكيد. وبتعمل عصير هذا. هلا هون صارت الصوص جاهزه، بعد عنا دقيقة رح نحط الكريم. أنا كمان بحبها بلا كريم. أوكي، رح أقلل الكريم لكن لا، إنه فينا ما نحط أبداً. صح، أكيد هي ذاتها فيها تكون بلا كريم. إيه؟ بتكون حد لحمة طيبة. صح صح، مع رز. لك عم نحكي بوتشيني وعم نحكي صوص طومات، يعني هيدي الطعمة كثير طيبة. هيدي هي، أنا كل اللي رح أعمله أكيد رح أغلي المي أرجع وسخن البات فيها وحتى فوق الصوص، حط ظبط طعمة السيزنينج تبعولها، ملح والبهار والبارميزون، بتكون خلصت كل الصوص تبعولنا. هيدي هي. قد إيه وقت بس نحط الصوص بلانش؟ هلا بدنا ما بدنا كثير، هون حسب قديش بدنا. لازم نخليها على النار؟ ليكي بدها تقريبا ما بتفرط ابدا؟ لا 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 ما بتفرط اصلا، لانه نحن هلا مفروض بس نحط الكريم نخفف النار. اوكي اوكي، ونصير نتركها حتى اذا بدنا بالعاده بدها تعقد تصير التكتشر يلي نحن بدنا اياها. فانا مزبوط في اعمل كمان اكثر من هيك، في اخذ هلا حتى ما نضيع ولا شوي، حط البارميزون وبتركها حتى تصير مثل ما انا بدي. نحن بنرجع بنشوفكم مشاهدينا بتيستينج وقفه ومنتابع لايف. حلو موعدكم مع موعدنا. انتوا موعدكم تتفرجوا، نحن موعدنا لندوق. لا تنعطيهم نتيجة ديجا حبينا معنا كثير وقت، وهو اللي عم تشوفون على الوجه هن البارميزان. اكيد حطينا شوي كمان بالصوص. اوكي شربل تا 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 تذكرت ايام الكرنائل. أنا زعبرت دقت الصوص قبل. أنا ما دقت. عرفت إنها كثير طيبة. دابيتيود بزعبر بس اليوم ما دقت، ما بعرف ليه. كنت ناطرة هالشيء. ريحتها كثير طيبة أصلاً. رح أقول لك نفقد ميسيور ديس. أوكي. يعني أشتغل على حالي. أنا مونيكا أشتغل على حالي. لما يقولوا عاد بيطلقوا. إيه أكيد. إيه الأكلة إنه صعب الواحد يعطي. أكيد. وفريش. الواحد عنده ذوق. كثير طيبة. صح.
كثير فريش، مع انه يعني بعدين هذا انا الميكس بين كريم وبين بندوره كثير حلو، لانه عاده انه يا كريم يا بندوره، بس ابدا البندوره كثير بتلبق مع الكريم. كتير كتير ما عم نحس بالكريم. ايه لانه البندوره بتغلى. قبل قلت شغلي غلطت، قلت صوص بلانش وهو كان بده يقول انا كريم. لا كريم ابدا مش صوص بلانش، كريم. كريم فريش، واكيد مثل ما قلنا انه ما مفروض هون ولا نحس حالنا عم ناكل صوص طماط ولا نحس حالنا عم ناكل صوص بلانش صوص جديد، يعني كريم ولا هي هيك، مفروض نكون عم ناكل صوص دوزي. فهيدي الخبريه، واكيد عندنا الطعم مثل البولشيني اللي هي مفروض تكون طاغيه. جادور. ومثل ما قلنا مع هيدا الصوص فينا نحط حيلا نوع من البات، مش ضروري بس تاغلياتيل. بس تاغلياتيل اكثر شيء تكمش، يعني بتعطي قيمتها للصوص. صح، في التاغلياتيل الارفع كمان، الارفع شوي كمان فيها نستعملها. اكيد. ثانك يو شربل، منشوفك قريبا. اكيد. مشاهدينا انا برجع بشوفكم نهار الاثنين. كاتيا انت امتى؟ الجمعه الجاي؟ نقل لراد. ما تنسوا البسمة على وجهكم. بون ويكند، باي باي.